صباح الخير عبد اللطيف وهبي وزير العدل. الحقيقه انا جيت نشوفكم هذه المره هذا باش نعطيكم واحد الصوره في 90 ثانيه عن كل الانجازات اللي قمنا بها في وزاره العدل. اولا على مستوى التشريع، عادت نظر في قانون المسطره المدنيه والمسطره الجنائيه هو القانون الجنائي لضمان شروط المحاكمه العادله وكذلك العقوبات البديله، والان هي في اطار اعاده النظر في القوانين المنظمه للمهن. هناك كذلك رقمنه وزاره العدل، يجب ان نقدم الخدمات الرقميه لنسهل العلاقه مع المواطنين، وليس بالضروره ينتقل المواطن الى المحاكم ليحصل على الوثائق، يمكن ان يحصل على الوثائق بواسطه الرقمنه. ونحن نشتغل على مجموعه من البرامج، واشتغلنا على مجموعه من البرامج مثل السوابق العدليه وغيرها من الجنسيه وغيرها من التي تمكن المواطن هذه الوثائق دون الانتقال. المسألة الأخرى، هناك إعادة نظر في المحاكم حتى تكون في مستوى العدالة وكذلك في مستوى الخدمات والولوج إلى هذه العدالة. إعادة النظر كذلك في علاقتنا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، بحيث أنه تعاوننا في مجموعة من الملفات حتى نضمن استقلالية السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة، وكذلك لتكون العدالة تسير برجلين مكتملتين في الإدارة القضائية السلطة القضائية لخدمة المواطن. السلام عليكم، محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وهادو أهم الإنجازات ديالنا في 30 شهر واللي غنقول لكم في 90 ثانية. الإنجاز الأول هو تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد اللي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذا الميثاق كيعطي تحفيزات مهمة للمشاريع ديال الاستثمار كتوصل حتى 30% من المبلغ ديال المشروع. والحكومة في 30 شهر دعمت مشاريع كثيرة، والقيمة ديال هذه الاستثمارات وصلت لأكثر من 220 مليار ديال الدرهم، واللي غتخلق إن شاء الله أكثر من 115 ألف منصب شغل في كل الجهات. و 80% من هذه المشاريع غاديرها شركات مغربية. الإنجاز الثاني هو تنزيل خريطة الطريق استراتيجية فيها 46 مبادرة باش نحسنوا مناخ الأعمال ونسهلوا عمليات الاستثمار. وفي 30 شهر بدينا نخدموا في 70% من هذه المبادرات. والإنجاز الثالث المهم هو وضع منهجية ديال الالتقائية بين السياسات العمومية كتأكد على العمل المشترك بين مكونات هذه الحكومة. وفي 30 شهر الوزارة واكبت عدد من السياسات العمومية كسياسة الوطنية للثقافة والشباب أو عرض المغرب لتطوير الهيدروجين الأخضر. في الختام بغيت نأكد لكم التزام الوزارة بمواصلة تشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتحسين مناخ الأعمال، وأيضا تشجيع جيل جديد من السياسات العمومية. السلام عليكم، معكم محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك. غنتقاسم معكم اهم انجازات الحكومه في هذا القطاع. ثلاثه ديال الانجازات كنفتخر بها. الاول، تعافي قطاع النقل من ازمه كوفيد مع اعاده فتح الاجواء والنقل البحري بسرعه وفي ظروف جيده، الشيء اللي خلى 3.2 مليون ديال المغاربه المقيمين بالخارج يدخلوا خلال عمليه مرحبه ديال سنه 2023، وساهم من جهه اخرى التعافي السريع لقطاع السياحه. الثاني هو اعاده ثقه في قطاع النقل الطرقي بفضل مقاربه تشاركيه جديده مع المهنيين، وفضل مواجهه ارتفاع اسعار المحروقات بدعم مالي بلغ 8 مليار ديال الدرهم. وهذا الانجاز ساهم في التحكم في التضخم وضمن استمراريه خدمات النقل تفاديا لاثار سلبيه خطيره. والثالث هو تسريع ورش الرقمنه في الاداره بهدف تبسيط المساطير وتحسين وتقديم الخدمات للمواطن. بالنسبه للمستقبل، عندنا ثلاثه ديال البرامج المهيكله تنفيذا التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اولا، البرنامج الشيكاكي مع ربط مدينه مراكش بالخط الفائق بسرعه، ومن جهه اخرى خلق نقل شيكاكي جهوي عالي الخدمه في المناطق الحضريه الكبرى. الثاني هو برنامج توزيع المطارات لمضاعفه الطاقه من 40 الى 80 مليون مسافر مع مواكبه المشروع التنموي للخطوط الملكيه من خلال عقد البرنامج. والثالث هو البرنامج الاستعجالي للمحطات اللوجستيه.
كما أننا بدأنا الدراسات من أجل تكوين أسطول بحري قوي وتنافسي تبعا للتوجيهات السامية، وختاما نشتغل بجدية من أجل ضمان نقل مستدام ذو سلامة وجودة عالية لكل المواطنين بما في ذلك العالم القروي، في إطار ميثاق وطني للتنقل يستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد. خالد أي طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جيت اليوم باش نقدم لكم الحصيلة ديال الحكومة في إطار التنفيذ ديال هذا الورش الملكي الإصلاحي اللي كيتعلق بالحماية الاجتماعية وكذلك بإصلاح ديال المنظومة الصحية. إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية ورش ملكي كبير للحكومة من خلاله في 30 شهر قدرت أنه تخرج جميع النصوص القانونية باش تغطي جميع الشرائح ديال المجتمع. اليوم كنتوفروا الحمد لله على تغطية قانونية لجميع الشرائح الاجتماعية. ما يمكنش تكون تعميم التغطية الصحية بلا ما يكون تأهيل ديال المنظومة الصحية. من خلالها بدينا بالحكمة، واللي الحكمة غادي تغير كاع النمط ديال العمل اللي كنشتغلوا به اليوم في وزارة الصحة او في المستشفيات على المستوى الوطني، باش دخلنا واحد الاجراء جد مهم من خلال اخراج المجموعات الصحية الترابية. علاش المجموعات الصحية الترابية؟ جميع المنشآت الصحية كتنتمي لواحد المؤسسة عمومية اللي هي سميتها المجموعة الصحية الترابية، واللي كتشغل بواحد إطار استقلالية مالية ومعنوية. هذا غادي يخلق لنا واحد الجو ديال التنافسية على مستوى ديال الجهات، وهذا هو الهدف المنشود إليه. كذلك قمنا بتأهيل المنشآت اللي هي اليوم موجودة على أرض الواقع من خلال المؤسسات اللي هي ديال الرعاية الصحية الأولية. هذا برنامج اللي كتوا كذلك يطلب موارد مالية تتنجز في خلال عامين 800 مليون درهم كل سنة إن شاء الله حتى نكملوا هذا التأهيل، وغادي يخلق لنا النموذج اللي غادي نبقاو مستمرين عليه إن شاء الله في المستقبل. كذلك تأهيل المستشفيات الحالية مليار ديال الدرهم كل سنة اللي كتعطى خلال 5 سنوات لتأهيل البنية التحتية ديال المستشفيات وكذلك حتى التجهيزات، وكذلك المراكز الاستشفائية الجامعية مليار و700 مليون ديال الدرهم اللي تعطات باش تأهلهم، لأن عندنا بعض المستشفيات الجامعية اللي هما تقدموا خاصنا أن نجددهم. بمواكبة مع ذلك كاين بناء مراكز استشفائية جامعية جديدة اللي غادي باش نوصلوا للهدف اللي جا في القانون الإطار واللي صاحب الجلالة نشد عليه، وهو مركز استشفائي جامعي في كل جهة باش نوصلوا ل 12 سي اش في كل جهة. يعني غتولي كل جهة عندها القابلية والقدرة أنها تكون على حسب الخصائص اللي عندها في كل جهة فيها نظام معلوماتي من المستشفى الكبير إلى المركز الصحي الصغير. اليوم كنشتغلوا على واحد المنظومة اللي كتربط ما بين ديال التواصل الرقمي اللي كتربط ما بين جميع هذه المنظومات، واللي غتخلي المواطن المغربي غادي يستافد من ملف طبي رقمي اللي يمكن له يدلي فيه المعلومات ديالو ديال الهوية، وكذلك المعلومات ديالو الطبية واللي يمكن له يدلي به في أي نقطة تقدم لها على المستوى الترابي. من خلال هذا الشيء كاين واحد النقطة اللي هي جد مهمة وهي العنصر البشري. اليوم المهني ديال الصحة في المستشفيات ديالو اللي غيتخلص الخلصة اللي كتعطيه الدولة، وشحال ما خدم بزاف شحال ما غادي يزيد يتخلص بزاف، وهذا باش نحدو من الهجرة ديال الأطر ديالنا اللي كتمشي للخارج، وباش يمكننا نخلقوا جاذبية للقطاع العمومي. ناهيكم كذلك على آخر إجراء اليوم اللي قام به صاحب الجلالة الله ينصرو، واللي كيتعد من الأشياء المهمة اللي تقريبا 50 عام ما قدرناش نتجاوزوها، واليوم الحمد لله غنتجاوزوها، وفك العزلة على المناطق النائية وعلى المناطق الجبلية بإحداث الوحدات الصحية المتنقلة اللي هي وتتوفر على تكنولوجيا ديال الطب عن بعد وكذلك على نظام معلوماتي. الطبيب كيمكن له يمشي لأبعد نقطة في المغرب لتقديم خدمات صحية. صاحب الجلالة انطلاقة ديال 50 وحدة أولى واللي تمت الأجراء ديالها، والحمد لله اليوم السكينة كلها كتستفيد. تمت كذلك انطلاقة ديال 50 وحدة أخرى. البرنامج عرف نجاح جد مهم الحمد لله غادي وكيتطور، لأن فيه موارد طبية اللي كتسهر على العمل 365 يوم على 365 يوم. أبعد نقطة في المغرب، فهذا هو اللي كان صاحب الجلالة كيطمح ليه، هو أن الطبيب اللي كيمشي عند المريض ماشي المريض اللي كيجي عند الطبيب، وهذه هي سياسة القرب اللي كينشد لها صاحب الجلالة. معك معاد الطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. غادي نقدم لكم هذه الإنجازات الكبرى اللي عملتها الحكومة في انسجام تام مع التوجيهات ديال جلالة الملك محمد السادس الله ينصره. بالنسبة للطلبة ركزنا على التمكين كوسيلة وغاية لإعداد رأس مال بشري مؤهل وقادر باش يتجاوب مع مختلف التحديات والتحولات اللي كيعرفها العالم الاقتصادي والعلمي والمجتمعي ككل.
إعادة أولا النظر في سلك الإجازة مع تعزيز الوحدات المعرفية التكوينات في المهارات اللي كنسميوها مهارات القوة لي سوفت سكيلز ولي باور سكيلز. كذلك أعطينا الأهمية لتعزيز القدرات في المجال ديال اللغات، كتعرفوا الأهمية الكبرى ديال اللغات الأجنبية، كما كذلك عملنا على تمكين الطالبات والطلبة من الكفاءات الرقمية اللي تنسميوها ديجيتال سكيلز. وكل شيء هذا الشيء إلزامي لكل الطالبات والطلبة في هذه الوحدة. وفي هذا السياق فتحنا كذلك مراكز جديدة لدعم القدرات في الرقميات اللي سميناها كود 212، واللي هي مفتوحة. هذه المراكز هي وسيلة باش نرفعوا من جاذبية هذه المؤسسات ونحسنوا قابلية التشغيل بالنسبة للطالبات والطلبة. وفي هذه المراكز عندنا اليوم 113 مسلك تكويني للتميز في سلك الإجازة، واللي غادي تعزز من مسالك الماستر ابتداء من السنة المقبلة. عملنا أيضا على النهوض بالجامعة كفضاء متكامل من خلال تطوير الأنشطة الموازية الثقافية والفنية. طالبات والطلبة كيجيو للجامعة في 18 و19 عام وكيخرجوا على 23 و24. بغينا في هذه الظرفية هذه يكون عندهم تكوين ماشي غير في التخصصات، يكون عندهم تكوين في الشخصية. كما تم إرساء نمط التعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة، تم كذلك التجاوب مع الجودة ديال البحث والتكوين على مستوى الدكتوراه، ولتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه. لأول مرة هذه الحكومة كتوفر لهم منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم. كما كذلك تم تعميم مدن الابتكار، حدثنا 6 مدن جديدة و3 هما في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ب 200 مليون درهم. بالنسبة للنقطة الثالثة واللي هي كتكلف بجاذبية مهنة الأستاذ الباحث، عطينا اعتبارية للأساتذة الجامعيين من خلال مراجعة النظام الأساسي اللي بقى هذه 30 عام دون تغيير مع الرفع من قيمة التعويضات. ولكن النقطة المهمة وهي إدراج التكوين عبر المنصات، وكذلك تدرج المهني عبر الاستحقاق باش يكون التمييز العلمي. وقمنا كذلك بتوسيع الولوج لمهنة الأستاذية من خلال استقطاب الخبراء بالقطاع الخاص، وبالخصوص جذب الكفاءات العلمية المغربية بالخارج. وعطينا الأولوية لتعزيز قدرات الأطر البيداغوجية والإدارية عبر برامج للتكوين المستمر، وكذلك برامج موجهة خصيصا لدعم قدرات الريادة لدى أطر ومسؤولي الإدارة المركزية بالجامعات، وبالخصوص بالنسبة للنساء اللي سميناها ليدرشي باش نكونوا جيل جديد من الكفاءات اللي غادي تأخذ بزمام الأمور ديال الجامعة المغربية وكذلك المجتمع المغربي.